برضو اختبار اخر. معلش يا كابتن اتفضل. الو هلا قولي هلا. الو الو سوكا، عملتي البانيه ولا لسه؟ الويلكم باك. ايوه عاملين ايه؟ الحمد لله. انت عامله ايه سوكا؟ الحمد لله الحمد لله. ازيك يا سوكا؟ ازيك يا كوتش؟ عامل ايه؟ وحشتني والله. انا برضو مش موجود يا جماعه، اتفضلوا. توكا انا يا سوكا، اسالوا انتوا بقى. روحتي ولا لسه؟ لسه مروحه حالا اهو. احتفلتي؟ احتفلت. احتفلتي ازاي؟ طب ما انا معلش، انا عايز اعرف احتفلتي ازاي؟ ايه اللي حصل؟ ما كلتيش عليك؟ كلت كلت بانيه. كلتي يعني؟ كلتي صح؟ التليفون قطع شحن. يلا سلام لتاكل. يا سوريا من ال مش قادرة أقول لك. سلعاوي كمان أكيل درجة أولى. لا 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 درجة أولى. باين في شعرها. طالع لفوق. إيه إيه قصة الشعر يا كابتن طارق؟ أسألها ولا إيه؟ عاملة حاجة خاصة بيها. أي كول إت باكيتس بان، يعني بتجيب لك ليا كده، حظ ليا لذيذ يعني. أنا كنت بعملها في الأول وبعدين بقت حاجة وصغيرين بيقعدوا يسألوني وكده. كابتن طارق بيقول لي إن في ناس كتيرة بتسألك وعايزين يعملوا كده يعني. فبس فعملت لها اسم بقى إن هي باكتس بان، يعني بتجيب لي حظ في باكتس زي الباسكت. بيعملها بيجيب بيبقى السكور بيبقى لك كده لذيذ. وأنت الدرع اللي قدامك أو إيه؟ هدفت البطولة. عشان ال عشان الباكتس بان. الباكتس بان معروفة. فلازم تبقى. اتفضلي. الو؟ يعني مثلا ساعة بكلم نفسي، عايزة أقول لكم كده. بقى لها إيه؟ بقى لها ساعة بتكلم نفسي. طب يا سوريا معلش، عشان أنا برضو أرجع أسألك نفس السؤال. احتفلت. بتحتفل إزاي؟ هما قالوا لي إن أنتِ بتاكلي. ما ده أساسي. ده كده كده. ده كده كده يعني. حوت. حوت أكلة. يا سلعاوي. بس مش باين عليهم يا كابتن. للأسف. على قدي على قدي. بتاكلي إيه طيب؟ قولي لنا. أنا بفكر بقى الصراحة كده. بطلب بقى كي اف سي بقى ولا حاجه. كنتاكي اسمها ايه؟ اسمها ايه اللي بتجيبها؟ ده على حسابك ولا على حساب الجردل؟ اجيب الجردل؟ اجيب الجردل. اجيب الجردل. يعني هاتي اكبر حاجه موجوده ممكن هناك. الجردل 21 قطعه لوحدها. لوحدها كام قطعه؟ 21. هتشيل ممكن هاتي دي عادي دي والله. لا لا للدرجه دي؟ يا جماعه الحاجات دي بتتحسد. لو انت بيحور فيكي قوي اصله. طب بقول لك ايه يا سوريا، اخر وقت كلته فيه قبل الماتش كان الساعه كام؟ بدري. فانتوا ما كلتوش من الساعه 3 لغايه دلوقتي اعتقد يعني. والله العظيم قاعدين ميتين. لا يا كابتن، لا يا كابتن. لازم تاكل. ما انتوا كده بتظلموا البنيه. انتوا كده بتظلموها، المفروض تاكل. ايوه صح، قول لهم حاجه. هي اكتر واحده فرحانه لان هي جايه من اصابه صليبي. فاكتر واحده فرحانه. لسه راجعه من صليبي من 4 شهور. صليبي. وخدت هدفت هدفت الثري بوينتر. فده شيء جيد جدا طبعا وشيء رائع. طيب سوريا سوريا قولي لنا برضو، يعني مباريات صعبه كثيره جدا خلال هذه الفتره، لكن عودتك من الاصابه اعتقد بعد العوده من الاصابه والفوز ببطوله اعتقد شيء مشجع جدا لما هو قادم يعني. أكيد طبعا. هو الحمد لله أنا من أول الموسم من ساعة ما رجعت الصراحة والكوتش يعني مش محسسني إن أنا مصابة أو إن أنا لا محدش يدخل وهي داخلة على الباسكت محدش يقرب لها، لا خالص. يعني الفرقة بتلعب بجد معايا عادي جدا وبيلعبوا أكني عادي لسه جايين من الأوف سيزون ونازلين الماتشات. فده يمكن إداني حتى نفسيا إن أنا نازلة عادي عايزة أكون مع الفرقة وإن أنا مستوايا كويس ومش حاسة بأي مش حاسه باي جاب يعني فرقه ان انا سبت يعني سبت سنه ورجعت تاني او 8 9 شهور ورجعت تاني. صراحه ده كانت حاجه نفسيا يعني معايا انا لا اثرت معايا كتير، وخصوصا كمان هي اصابه رخمه. بس لما بيبقى الموضوع نفسيا ان انت نازل نفسيا كويس، لا بس ده 80% من الاصابه هو ان انت تبقى نازل نفسيا كويس. خصوصا برضو ان انا النهارده لما خدنا البطوله مع الفرقه كان صراحه الفرقه كلها ادت يعني اداء رجولي جدا جدا. ما كانش فارقه مين في الملعب من مين بره الملعب، كل الفرقه الصراحه ما كانش فارقه خالص. اللي بينزل بيأدي احسن من اللي في الملعب واللي في الملعب بيطلع وينزل، مفيش حد متضايق. كل الفرقه بجد كانت كويسه جدا النهارده، ما حسيناش باي فرق. وخصوصا كمان الكوتش كان قايل لنا لا احنا مش كسبنا 10 15 ندوس 20 30، كل ده بيرد اعتبارنا تاني وكل ده بيدينا ثقه في نفسنا ان احنا السنه دي موجودين مش عشان نكسب بطولة ولا بطولتين كده، لا احنا موجودين عشان نكسب كل الفرق وكل فرق سكور كمان. كابتن طارق لو عايز تقول حاجة لسوريا. لا بقول لها ويلكم.
و يعني بشكرك على المجهود اللي بتعمليه على اسامي سرايا دي، لنا حلقه خاصه مع بعض انا وهي. ايوه دي حقيقة، انا كده بقوله واكيد مش هقول على شادي، مش هينفع اقول على الهوا. لا انا سعيد. خدت لقب ثلاثة بونت، ده لقب بتاخده من زمان او دايما بتاخد في جايزه. حزنتنا النهارده ان هي قعدت تبكي بعد اول ماتش وهو بيخلص. مبروك ليكي ومبروك ليا ان انت موجوده معايا. حاجه بتسعدني يعني، عارفه ده طرف ليا. وكمان انا برضو عايزه اشكر الكوتش واشكر الفرقه، عشان حتى كمان الفرقه لما عرفت ان انا فاضل لي ثلاثيه واخد هدافه الثلاثيه، كل الفرقه بجد كانت بتساعدني، والكوتش حتى نزلني تاني. حصل ان خلاص الماتش كان يعني ما خلصش، بس خلاص يعني كل الناس كانت طلعت، والفرقه كمان لما عرفت ان انا كان فاضل لي ثلاثيه كانت حتى هاله بتبقى فاضيه بتتصلي لي، نادين يلا انزلي شوفيها. حتى انا لما قلت لدينا وقلت الحبيبه في الماتش، كل الناس حتى اللي كانت مش بتشارك وقت كتير كان التارجت بالنسبه له احنا عايزين يعني نبسطك نفسيا ان انت تاخدي جايزه، وانا كنت خلاص على ثلاثيه واحده، وكوتش ما يعني مش مجبر ان هو ينزلني تاني، بس هو عمل كده عشان عايز يساعدني ان انا نفسيا اكون كويسه. فعايزه اشكركم، وعايزه اشكر كوتش طبعا اول حاجه، وعايزه اشكر الفرقه طبعا على رجولتهم بجد في الملعب. واحنا بنشكرك برضو يا سرايا على وجودك معانا، والف الف مبروك. اسيبك تاكلي بس واحده واحده، احنا الساعه كام؟ بالراحه على المزمزه واحده، فيعني خلي بالك انت هتنامي، هتلاقي بكره 3 4 كيلو زياده. كابتن طارق مش هيسيبك، خلي بالك. مش خساره في الجايزه يا كابتن، سيبها تتبسط، مش خساره في الجايزه. خليها تتبسط النهارده، خليها تتبسطي النهارده. اتكلمت في نقطه دي سبب مكسب النهارده بامانه، ان هي يعني هي ايكوال مع واحده على 3 بونت، فاضلها 3 بوينت واحده، الاربعه بيخدموا عليها عشان تاخدها. واللي في الملعب كلهم نجوم. الحاجه اللي بتسعدني انا على من كلام المدربين او زمايلنا، ان الفرقه لما جينا نجمعها فيها اسماء كتير كبيره غير الناس القديمه اللي موجوده، فكان الناس كلها قلقانه هيبقى في كنترول او سيطره على الفرقه ازاي، ان هيبقى في دي لوحدها ودي عايزه تلعب، اشمعنى لا هناخد التي في والميديا والكلام ده. الحمد لله رب العالمين ان هم بيتعاملوا مع بعض ان هم فرقه واحده، قادرين يعني الفاضي ياخد الكوره او اللي ياخد الطراي بتاعه. دي انا بشكرهم عليها، دي حصل فعلا. انا بشكرك جدا يا سرايا على وجودك معانا، شكرا جزيلا، والف الف مبروك، وان شاء الله بطولات كثيره قادمه للنادي الاهلي.